أخذنا أهمية أهل البيت ومن هم أهل البيت، ووصلنا إلى حقيقة أن أهل البيت الذين عناهم الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إنما تخص منه، تخص الخمسة أصحاب الكساء اللي هم منه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي عليه السلام، ثم ألحق بهم التسعة المعصومون من ذرية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، رجوعا إلى قول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الأئمة من بعدي 12 كلهم من قريش. مو الآن عندما نريد أن نسلسل الأئمة 12 على وفق ما ذهبت إليه مختلف المذاهب الإسلامية، فإننا لا نجد سلسلة متصلة اتسمت بالزهد والرفعة والصدق الحديث وكل الأخلاق العامة سوى هذه السلسلة الذهبية المتكونة من 12 إماما يبدأون بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وينتهون بقائمنا عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا واضح مو؟ ووصلنا إلى حقيقة أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حياته أراد أن يبين للأمة من هم أهل البيت، عندما كان يذهب كل صباح ولمدة 6 أشهر بعد نزول هذه الآية القرآنية الكريمة ويستلم عضادة باب أمير المؤمنين ويطرق الباب الصلاة 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 يا أهل البيت، ويردد قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبعا الرسول ولا أهل البيت كانوا يحتاجون إلى هذا التأكيد، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما نسترجع كتب التاريخ نجد بأن باب علي عليه السلام كانت الباب الوحيدة التي بقيت مفتوحة على باب المسجد، أي أن المسلمين وهم في داخل المسجد يرون ما يصنع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن كان الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إنما يريد أن يوعي أمته وأن يعلم أمته بأهمية أهل هذا البيت، ولكي يؤكد أيضا على أن هذه الآية إنما نزلت في حق منه، في حق هؤلاء. وطبعا إحنا إذا تتذكرون بالمحاضرة السابقة أخذنا كيف أن الله سبحانه وتعالى خص أهل البيت من خلال هذا النص القرآني الذي ورد في سورة الأحزاب، تذكرون مو؟ وعندما فسرنا الآيات وأخذناها من ناحية اللغة من ناحية التفسير وصلنا إلى حقيقة بأن أهل البيت هم هؤلاء الخمسة حصرا، ولم يكن لنساء النبي صلوات الله وسلامه عليه دور في هذه الآية، أي أنهم لم يكن مشمولات بهذه الآية، لأنه سياق الآية عندما نرجع إلى الآية 32 التي تسبق سورة الأحزاب تسبق آية التطهير ثم آية التطهير، نجد أن نون النسوة تترافق مع كل مفاصل هذه الآية الكريمة إلا في آية التطهير، ولذلك فإن البلاغة القرآنية أرادت أن توضح من خلال الخطاب العام خطاب خاص إلى منه؟ إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم إن النص التاريخي الذي يورد لنا قصة أصحاب الكساء إذا تتذكرون كان في بيت منه؟ في بيت أم سلمة. أم سلمة طلبت أن تدخل ضمن أهل البيت، ضمن من كان تحت الكساء، مو؟ إلا أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عندما طلب ذلك قال لا، لا يحق لك أن تدخلي تحت الكساء ولكنك إلى خير. تمام؟ بهذا المفهوم وصلنا إلى أن أهل البيت هم منو؟ هم هذول الخمسة ومن تبعهم من التسعة المعصومين من ذرية الإمام الحسين عليه السلام. اليوم نبدأ في الدخول إلى رحاب أهل الطهر الذين طهرهم الله من الرجس تطهيرا كما ورد في آية التطهير، ونبتدئ
الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أجمعين. وفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي بضعة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. نعرف بأن أبوها منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأمها خديجة الكبرى، مو؟ ويلتقي الرسول بخديجة في قصي بن كلاب، يعني نسبهما يلتقي في قصي بن كلاب، ثم يجتمعان في أجدادهما إلى أن يصل إلى إبراهيم عليه السلام. ولقد عدد المؤرخون أبناء خديجة الكبرى من الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا، طبعا هناك روايات متعددة لأبناء خديجة من الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. الرواية الأولى تقول بأن خديجة قد أنجبت من الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أولاده القاسم، عبد الله، الطيب، الطاهر. والظاهر من هذه الروايات أن كل هذه الأسماء هي اسم واحد للقاسم ابن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وباقي هذه المسميات إنما هي كني بها القاسم ابن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يكن يطلق على الرسول الكريم إلا كنية منه أبو القاسم، واضح؟ وكان له من البنات، طبعا هاي الرواية الأولى، بعدنا بالرواية الأولى، القاسم والطاهر والطيب، وبعد بناته منه زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، هاي الرواية الأولى. وأصحاب هذه الرواية الأولى يقولون بأن كل بناته قد أدركن الإسلام ولكنهن توفين سريعا، إلا ابنته فاطمة الزهراء التي بقيت حتى وفاة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت أول أهل بيته لحوقا به، يعني أول أهل بيته من توفي بعد وفاة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم منه كان فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أجمعين. الرواية الثانية تقول بأن خديجة أنجبت للرسول الكريم القاسم وفاطمة فقط، القاسم وفاطمة فقط، أما باقي ها البنات الثلاثة زينب وأم كلثوم ورقية فإنهن لم يكن بنات خديجة، وإنما كن شنو؟ بنات أختها هالة. يعني الآن صار عندنا شنو؟ روايتين. رواية شو تقول لنا؟ تقول لنا بأن مجموعة من الأولاد ومجموعة من البنات. الرواية الثانية شو تقول لنا؟ تقول لنا فقط القاسم وفاطمة صلوات الله وسلامه عليه. بعد من أبناء الرسول من يقدر يقول لي؟ بعد أكو امرأة تزوجها الرسول في وقت متأخر فولدت له ماريا القبطية التي ولدت له ابنه إبراهيم صلوات الله عليه وسلم. فإذا أبناء الرسول من صلبه ثلاثة، هذا ما نقول به نحن الإمامية. نحن الإمامية نقول بأن أبناء الرسول من صلبه ثلاثة، ربيبات الرسول نقول إنها زينب ورقية وأم كلثوم. من هم الثلاثة اللي أبناء الرسول من صلبه؟ القاسم وفاطمة الزهراء وإبراهيم. مو القاسم توفي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وهو صغير، وبه تكنى، يعني كنية الرسول بمن كانت؟ أبو القاسم، ولحد الآن نقول أبو القاسم، تمام؟ ثم ابنته الزهراء، ثم ابنه إبراهيم الذي توفي أيضا في حياته وهو صغير. فإذا بقي للرسول الكريم فقط منه فاطمة الزهراء، ومن فاطمة الزهراء امتد نسل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
والذي يتتبع النصوص القرآنية الكريمة يجد بأن الله سبحانه وتعالى حظ على حب فاطمة، كما أن لدينا نصوص كثيرة أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يعدد بمناقب فاطمة ويدعو إلى حبها. فمثلا يقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة الزهراء حوراء أنسية خلق الله عز وجل من نوره قبل خلق آدم. إن فاطمة حوراء أنسية خلقها الله سبحانه وتعالى من نوره، يعني من نور الله سبحانه وتعالى، قبل أن يخلق آدم عليه السلام. أو أن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى الرسول الكريم: إني خلقتك وخلقت عليا وفاطمة والحسن والحسين من شبح نور من نوري. أو أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هو يقول عن نفسه: إن الله تبارك وتعالى خلقني وخلق عليا والحسن والحسين وفاطمة من نور واحد. وكما اختلف في عدد أبناء الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان هناك اختلاف بين المؤرخين في ولادة السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه، إذ أن بعض المؤرخين يقول بأنها قد ولدت قبل البعثة بخمس سنين، وهناك من يقول أنها ولدت بعد البعثة، طبعا مع اختلاف الروايات، مرة يقولون في سنة البعثة، مرة يقولون بعد سنتين، مرة يقولون بعد خمس سنوات، اختلف المؤرخون في سنة ولادتها. إذ أن اليعقوبي ذهب إلى أن اليعقوبي متوفى سنة 292، يعني قديم جدا من المؤرخين المتقدمين وليس المتأخرين، يقول بأن السيدة فاطمة قد ولدت شنو؟ بعد البعث. فقال بأنها ولدت بالسنة الأولى من البعثة، يعني إيش قد عمره من توفى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؟ من يقدر يقول لي؟ إذا السنة الأولى البعثة، من يقدر يقول لي إيش قد عمرها؟ لا، أنا دا أقول دا أحسنت. أنا دا أقول اليعقوب يقول بالسنة الأولى للبعثة. فلو جمعنا 13 سنة الدعوة المكية وعشر سنوات الدعوة المدنية صار 23 سنة، تمام؟ فإذا عمر فاطمة الزهراء على حد قول اليعقوبي إيش قد؟ 23 سنة، لأنه إذا نريد نحدد وفاة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها إيش قد يصير؟ 23 سنة، لأنه بعد ستة أشهر على أعلى الروايات أنها بقيت بعد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، أقل الروايات 40 يوم، أعلى الروايات إيش قد؟ ستة أشهر. أكو عندنا ملاحظات على المولد، حتى إحنا دائماً شو نقول؟ نقول من تجينا روايات متعددة نقعد نناقش هذه الروايات حتى نصل إلى الرواية الأرجح، ما نقطع بالأمور لأنه إحنا ما حاضرين بذاك الوقت، لكن عندنا روايات، هذه الروايات نناقشها حتى نصل إلى ما هي الرواية الأرجح لولادة السيدة الزهراء. انحصرت الروايات بين خمس سنوات قبل البعثة إلى خمس سنوات بعد البعثة، يعني أكو عندنا عشر سنوات فارق بين أقل رواية وأعلى رواية. ولذلك نعتقد بأن هناك تحريفاً قد حصل في كلمة قبل أو بعد، لأننا إذا ذهبنا إلى الروايات التي تقول قبل البعثة نجد بأنها روايات مرسلة، أي بدون سند، ماكو بها سند. إحنا إذا أنتوا درستوا بالصف الأول علوم الحديث، مو الروايات لما تصير مسندة بها عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، نجي ندقق بالسند، إذا أكو خدش بسند أحد من رواة الحديث يصير الحديث ضعيف، لكن إذا كان السند كله قوي تعتبر الرواية شنو؟ موثوق. إذا ما بيها سند تسمى رواية مرسلة، مو رواها الإخباريون،
فنجي لما نجي إلى الروايات التي تتحدث عن فترة ولادة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، الروايات التي تقول إنها ولدت قبل البعثة بخمس سنين، نجد بأنها روايات مرسلة ما بها سنة. أما الروايات التي تقول أنها ولدت بعد البعثة، سواء بسنة بسنتين بخمس سنين، فإنها روايات متصلة بسند، أي إنها أدق من الروايات المرسلة. إذن الآن شو نسوي؟ شكو رواية تقول إن قبل البعثة شو نسوي لها؟ حطها على صفحة. مو الآن نجي نناقش شنو الروايات اللي تقول شنو بعد البعثة، وهو ما نقول به نحن الإمام. الآن نريد هاي من ناحية السند، من ناحية نص الرواية شلون نناقش الروايات التي تناولت ولادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. شو تقول لنا؟ تقول لنا بأن بعض الروايات تقول بأن نطفة الزهراء انعقدت بعد أن يعني حصول الحمل، حصول حمل خديجة بفاطمة الزهراء حصلت بعد إيش؟ بعد أن جاء الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بثمرة من ثمار الجنة وأعطاها إلى زوجته خديجة الكبرى عليه السلام، فحملت فاطمة الزهراء بعد تناول هذه الفاكهة. من أين أتى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الفاكهة؟ أحسنت. الروايات تقول أن الرسول الكريم عندما عرج به في حادث الإسراء والمعراج، عندما عرج به إلى السماء، مو جاء بفاكهة من الجنة وأعطاها إلى زوجته. هذا واحد من الأدلة على أن حادثة ولادة الزهراء شو قصت حدثت بعد البعث، يعني حادث الإسراء والمعراج شو صارت بعد البعث. ورد كثير من الروايات في شأن تسمية السيدة فاطمة الزهراء أنها كانت بأمر من الله سبحانه وتعالى، أي بعد نزول الوحي على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اتصال الوحي بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل البعثة ولكن كان بعد البعثة. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة إن الكثيرين من الصحابة وخصوصاً الخليفتين أبي بكر وعمر قد طلبا يد الزهراء، يعني طلبوا أن يتزوجون الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم، لكن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم رفض تزويجه. وقد حصلت حادثة الخطبة كما ترويها المصادر التاريخية شوكت بعد هجرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. فلو كانت الزهراء ولدت كما يقول البعض خمس سنوات قبل البعثة و13 سنة 18 سنة مو بعد الهجرة، يعني 13 سنة البعثة أو الدعوة المكية وخمس سنوات قبل البعثة، مش قد الصيف 18 سنة. فإذا لا يجوز للرسول الكريم أن يحتج بصغر سن ابنته فاطمة الزهراء، وخصوصا أننا نعلم بأن الزواج في ذلك الوقت في ذلك في تلك الأزمان كانت يعني بين 15 16 إلى 18، ما أن تبلغ المرأة حتى تزوج، مثل هسه إلا تبلغ 25 و26 وتخلص كلية. مو الآن هذا السياق المتبعد، لكن في السنوات الـ 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 في الدهور السابقة كانت المرأة ما أن تبلغ تصير في سن النساء 15 سنة 16 سنة 18 سنة، فإنها تكون قد هيئت للزواج. ولذلك ما كان الرسول لا يستطيع أن يقول بأنها صغيرة السن وهي في عمر 18 سنة، وخصوصا أنها زوجت بمثل هذا السن أو أقل منه إلى الإمام علي عليه السلام. عندما نأتي إلى زواج السيدة الزهراء نجد أنها في هذا العمر في عمر 17 سنة زوجها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإمام أمير المؤمنين. فلو كانت بعد الهجرة مباشرة قد طلبها الخليفتين أبو بكر وعمر للزواج، لما كان للرسول أن يقول بأن ابنته صغيرة. وهذا أيضا من الأدلة على أن الزهراء قد ولدت شوكت بعد البعث. إذن الآن أصبح عندنا بالدليل القطعي أن فاطمة الزهراء إنما ولدت بعد البعث. من الذي سمى الزهراء صلوات الله وسلامه عليه؟
تنقل لنا الروايات التي وردت عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن فاطمة الزهراء إنما سميت من قبل الله سبحانه وتعالى. فمن حديث لفاطمة الزهراء مع الله سبحانه وتعالى، تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، نستدل بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أسماها بفاطمة. ماذا يقول هذا الحديث، هذا الحوار أو هذا الدعاء الذي تدعو به فاطمة الزهراء إلى الله سبحانه وتعالى؟ إلهي وسيدي أسميتني فاطمة. شوف هي يتحدث عن نفسها، إلهي وسيدي أسميتني فاطمة وفطمت بي من تولاني وتولى ذريتي من النار. إذن لما أنا أتحدث والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء كما نعلم من شمل بآية التطهير، أي إنه لم يجرب الكذب والعياذ بالله عليها. فإذن هي من تتحدث يا عرب بنفسها، مو أنا سمع أتحدث واحد يقول لي شو اسمك، أقول هادي، يجي أحمد يقول أنت لا مو اسمك هادي، أنا أعرف بنفسي، تمام؟ ففاطمة الزهراء هي نفسها تقول عن نفسها: إلهي وسيدي أسميتني فاطمة وفطمت بي من تولاني وتولى ذريتي من النار. وكان أئمة أهل البيت أيضا حريصين على أن يسموا بناتهم بفاطمة. الآن ما نجد إلا ما نذر إن إمام من أئمة أهل البيت إلا وسمى واحدة من بناته بفاطمة، بل إنهم كانوا يكرمون من كان اسمها فاطمة حتى من غير أهل البيت. ليش؟ إكراما لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وإكراما لهذا الاسم الذي سميت به هذه الإمرأة من قبل الله سبحانه وتعالى. ولدينا روايات متواترة عن الإمام الصادق في هذا الشأن، إذ أنه كان يوصي أصحابه بأن يسموا واحدة من بناتهم باسم فاطمة، ثم يوصي أصحابه بأنهم لا يسبوا ولا يلعنوا ابنتهم التي اسمها فاطمة، إكراما علماً إكراما لفاطمة الزهراء. أما ألقابها فهي ألقاب متعددة. اللقب الأشهر الذي اشتهرت به هو الزهراء، والزهراء من ناحية اللغة، يعني عندما نذهب إلى معاجم اللغة، شوفوا إحنا دائما نحتاج إلى من؟ نحتاج إلى المصادر الأساسية. الآن من أقول لك شنو معنى الزهراء، لازم وين تروح؟ تروح إلى المصادر الأساسية. واحد من المصادر الأساسية شنو؟ كتب الأدب واللغة، مو تتذكرون لو لا؟ نروح إلى كتب اللغة، شو تقول لنا؟ الزهراء من أصلها من تجي؟ من أزهرت. أزهرت شنو معناها؟ أي أشرقت. وليش أشرقت؟ ليش أزهرت؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما رأينا في النصوص السابقة ماذا قال؟ قال بالحديث القدسي عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: لأن الله سبحانه وتعالى خلقها من نور عظمته. إنها من نور الله، مو أخذناها قبل شوية؟ لأنها من نور الله فإنها أزهرت وأشرقت لنور الله سبحانه وتعالى. من ألقابها الأخرى البتول. وهم نرجع إلى كتب اللغة، ما معنى البتول؟ معناها ترجع إلى التبتل. والتبتل شنو؟ الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، الانقطاع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وقال علماء اللغة إنها لقبت بالبتول لانقطاعها دون نساء زمانها إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، كما لقبت بالطاهرة. وقد ورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قوله: إن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم سميت بالطاهرة لطهارتها من كل دنس، من كل ذنب. طبعا هذا واضح من خلال الآية القرآنية الكريمة اللي هو طهرهم تطهيرا، مو؟ ولما نرجع إلى آية التطهير، إذا
تنزلنا فقلنا بأنها واحدة ممن شملت بمن بآية التطهير، حتى لو قالوا نساء النبي، قالوا أهل النبي، ولكن فاطمة الزهراء واحدة من عدول ومن واحدة من عدول. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، توكيد بالتطهير. ولذلك لقبت فاطمة الزهراء بمن؟ بالطاهر، كما لقبت بالمحدثة لأنها نقلت الكثير من أحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وردت هذه التسمية بأحاديث جمة جاءت عن الإمام جعفر بن محمد الصادق، وخصوصا أن الإمام الصادق يقول بأن ملائكة السماء كانت تنزل من علياء الله سبحانه وتعالى إلى الأرض فتحدث فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لكي تسري عنها وحدتها. فضلا عن هذه الألقاب فإن لها ألقاب كثيرة أخرى مثل الصديقة، المباركة، الراضية، المرضية، التقية، وسيدة نساء العالمين. وعندما سئلت صلوات الله وسلامه عليها، أو سئل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في رواية، أوليس الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم بأن مريم سيدة نساء العالمين؟ فماذا رد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال بأن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين كافة، ومريم سيدة نساء زمانها. الآن وضح الألقاب العامة لفاطمة الزهراء. ولعل من أشهر ألقاب فاطمة الزهراء أم أبيها، وهذا اللقب لقبها به منه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك النقاط الآتية. النقطة الأولى، اختصاصها برعاية والعطف على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، مثل اختصاص الأم بولدها. الرسول الكريم أثناء البعثة، أنتم تذكرون الأحاديث السابقة اللي أخذناها عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما أوذي نبي قط بمثل ما أوذيت. مو هذا الأذى كان يحتاج إلى رعاية، إلى إزالة الأذى عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. زوجته توفيت، مو خديجة، في عام الأحزان، وتوفي عنه عمه أبو طالب في عام واحد. إذن بقي الرسول وحيدا، ليس هنالك من يرعاه في هذه الوحدة، وهو يحتاج أن من يميط الأذى عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وتحمل هذه المهمة منه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، إذ أن فاطمة الزهراء كانت ترعى الرسول رعاية الأم لابنها. ولذلك كان أحد أسبابه شنو؟ تسمية فاطمة الزهراء بأم أبيها. النقطة الثانية، أن معنى كلمة الأم في اللغة هي الأصل، وأم كل شيء هو أصله. ولذلك نفهم من هذه المعنى، من هذه الكلمة، إذا ذهبنا إلى أصل كلمة الأم، قلنا كلمة الأم بالمعنى اللغوي شنو؟ أصل الشيء. لما نرجع إلى اسم فاطمة، إلى فاطمة الزهراء، نجد بأنها هي أصل ذرية الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت الشجرة التي أورقت شنو؟ نسل النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أصبحت شنو؟ فاطمة الزهراء هي أم لنسل النبي صلى الله عليه وسلم. مو؟ ولدينا دليل قوي من قول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك، عندما يقول إن الله سيجعل نسلي منها. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها خلال الفترة من ولادتها وبعد أن وعت، يعني بعد أن درجت وأصبحت طفلة، فإنها تحملت رعاية، كما قلنا، رعاية الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنها كانت تخرج مع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهي طفلة، وكانت تتحمل الأذى الذي يلاقيه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا إذا نتذكر أن المشركين كانوا يطرحون الشوك في الطريق الذي يمشي فيه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ف
فكان يصيبها ما يصيب ما يصيب أباها. مو يعني خو ما الطريق راح يصير فقط للرسول، الشوك الذي يدخل في رجل الرسول الكريم كان يدخل في رجل فاطمة الزهراء، ولذلك كانت تتحمل ما يتحمل أبوها. واحدة من المرات يقال بأن أبو جهل أمر بفرث الشاة، ذبحة وشاة، هاي الوساخة اللي في بطن الشاة، أمر بأنه تلقى على رأس الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءت فاطمة الزهراء وهي مع أبيها بإزالة هذه الأوساخ عن وتنظيف جبهة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مما لحق به من هذا الأوساخ. الروايات التاريخية كثيرة في رعاية فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لأبيها خلال هذه الفترة قبل الهجرة. وعندما أمر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة، فإن فاطمة الزهراء ماذا عملت؟ ذهبت مع أبيها أم بقيت مع أمير المؤمنين؟ من يقدر يقول لي؟ أحسنت، بقيت فاطمة الزهراء مع منو؟ مع أمير المؤمنين، مع الفواطم، فاطمة الزهراء، فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت الزبير، هاي الفواطم التي تحمل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مسؤولية أخذها أخذهن معه عندما انتهى من عملية المبيت في فراش الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأدى أمانات الرسول التي كانت في ذمة الرسول إلى المشركين. شوفوا شقد كان الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من الأمانة بمكان، أنه كان يكذبوه وكان يأذوه، لكن مع ذلك لأنه مشهور لديهم بالأمانة كان يأمنون عند الودائع. والآن أمير المؤمنين عندما يريد أن يهاجر والرسول يعلم بأنه ليس له رجعة قريبة إلى مكة المكرمة، فيجب عليه أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. الرسول خرج بالخروج المعروف، خرج خائفا، مو الطريقة اللي خرج بها تبعوا المشركين وكانوا يحرضون الناس إلى قتل حتى وصوله إلى المدينة المنورة. فبقي أمير المؤمنين ولديه مهام يؤديها عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. الأمان النقطة الأولى التي كان عليه أن يؤديها هو شنو؟ أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. النقطة الثانية أن يقدم بضعن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالفواطم إلى المدينة المنورة. هل تعلمون بأن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بقي خارج المدينة المنورة حتى مقدم الإمام علي عليه السلام ومعه الفواطم، فدخل معهم بدخول واحد إلى المدينة المنورة؟ يعني ما دخل، بقى أسبوعا كما تقول بعض الروايات التاريخية خارج المدينة المنورة حتى مقدم أمير المؤمنين ومعه الفواطم ومنهن فاطمة الزهراء، لكي يدخل مع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، تدخل فاطمة الزهراء مع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى وين؟ إلى المدينة المنورة. أما زواج فاطمة الزهراء فلدينا دليل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول إنما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وأزوجكم. أنا صحيح نبي، ولكن مع أنني نبي فإنني بشر، حالي كل حال كل البشر، يتزوج، أتزوج فيكم يعني أتزوج من عندكم وأزوجكم. كثيرين زوجهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة. شوفوا استثناء، إلا منه؟ إلا فاطمة، فإن تزويجها من السماء، يعني مو بأمري. إن زواج فاطمة الزهراء لم يكن بأمر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان بأمر من؟ من السماء. الآن نجي إلى مكانة فاطمة الزهراء في القرآن الكريم. هل هناك آيات قرآنية كريمة نزلت في حق الزهراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الآن نحتاج إلى من؟ نحتاج إلى كتب التفسير وإلى كتب شنو؟ أسباب النزول. لما نجي نقول هاي الآية في حق فاطمة الزهراء، نروح إلى من؟ لازم إلى كتب أسباب النزول حتى نشوف ليش نزلت هاي الآية، ونروح إلى من؟ إلى كتب التفسير حتى نفسر الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. هاي الآية 35 من سورة النور، الآية 35 من سورة النور. نذهب إلى ما فسر الإمام الصادق لهذه الآية، ماذا يقول؟
يقول أن المشكات هي فاطمة، يفسر لنا المشكات بأنها فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. في سورة الأنبياء الآية 102-103، بسم الله الرحمن الرحيم: وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية يقول: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش، يعني من الله سبحانه وتعالى: يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم حتى تمر بنت حبيب الله، حتى تمر فاطمة الزهراء، فتدخل فاطمة ابنتي إلى الجنة. ولعل أهم آية نزلت في فاطمة الزهراء هي سورة الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نزلت هذه الآية، عندما نذهب إلى أسباب النزول نشوف ليش نزلت هذه الآية، نزلت في حق العاص ابن وائل السهم، أبو عمرو بن العاص، تعرفون عمرو بن العاص، كنا سامعين لي مو؟ هذا أبو عمرو بن العاص كان يهزأ بالرسول الكريم كثيرا، وكان يمشي خلف الرسول ويقلد مشيته، ثم يشير إلى الرسول، وهذا دليل، طبعا دليل على أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات لم يكن لديه أبناء، يعني الآن يقول له أن عنده رقية وأم كلثوم وعنده زينب، مو هاي الرواية تقول لنا الآن هذا الناس، هذا بعد البعثة، تمام، نص قرآني، سورة مكية، تمام لو لا، هذا نص قرآني في الإشارة إلى ما كان يفعله منه العاص أبو عمرو بن العاص عندما كان يمشي على خلف الرسول يقلد على مشيته، مو، ويشير للناس يقول هذا أبتر، والأبتر في اللغة من لا عقب له، أي من لا ولد له، فهذا بعد البعثة يقول بأن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه أولاد. شوفوا شون، فلو كان لديه أم كلثوم ورقية وزينب وهم أولاده، مو أولاد أخذ زوجته، يعني ربائبه، فكيف كان عمرهن بذلك العمر بحيث الزوج اثنين من عدن منهم، عثمان بن عفان كما تقول الروايات، مو، ولقب بذي النورين لأنه تزوج اثنتين كما تنقل الروايات عند القوم، مو تقول بأنه تزوج ابنتين من بنات الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك سمي بذي النورين. فلو كانت بناته ذني الاثنين أم كلثوم ورقية، مو، أو زينب ما أذكر بالضبط، اثنين من بنات الرسول تزوجهن الخليفة عثمان، فلو كان الرسول في أثناء نزول هذه الآية عد ذني البنات أولين ما كان يقلدون عليه ويقولون عليه أبتر لا عقب له، مو، ولو كانت لديه البنات لما كان هذا عمرهم، يعني الآن لما نرجع إلى تاريخ زواج الخليفة عثمان من بنات الرسول الكريم فإنه تزوجهن قبل الهجرة، مو قبل البعث، قبل الهجرة، هو ما عمرهم، هي الهجرة شو وقت صارت؟ سنة 13 بعد البعثة، مو هالشكل؟ فلو كان عمرهن هذني بعمر، لازم عمرهن كبير حتى يتزوجن عثمان بن عفان، مو الخليفة عثمان، لازم عمرهن كبير، هو مو عمرهن 10 سنوات أو 9 سنوات، تمام لو لا؟ فهذا دليل آخر على أن البنات ذني مو بنات الرسول، على أنها ذني ربائب الرسول وليسن ولسن بناته. على أي حال، هذا الرجل كان يمشي خلف الرسول يقلد مشية الرسول ثم يشير للمشركين أنه هذا الرجال أبتر، ما عنده عقب، ما عنده أولاد، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يخزي هذا الرجل، مو يخزي هذا الرجل، فرزقه بمن؟ رزقه بفاطمة الزهراء، رزقه بالكوثر، وهو اللقب الذي لقبت به السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء. تكملة الآية شو تقول؟ إن شانئك هو الأبتر، ترى خاف يقول هذا عمر ابني، عمر بن العاص ابني، هذا ترى مو ابنه، هذا فضيحة لمن؟ فضيحة لهذا الأبتر اللي الشانئ بمعنى المبغض،
هذا اللي جاي يعيرك وجاي يحرض الناس على تعييرك ترى هو الأبتر مو أنت. واضح؟ عندما نذهب إلى كتب أسباب النزول سنجد هذه الرواية بكاملها في كل كتب أسباب النزول. فضلاً عما جاء في فضل فاطمة الزهراء في القرآن الكريم من هذه الآيات التي أخذناها، فإن هناك أحاديث قدسية عن الله سبحانه وتعالى عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وردت لنا في الكتب التاريخية. تقول إحدى الروايات: هذه فاطمة وأنا فاطر السماوات والأرض، فاطمة وأنا فاطر السماوات والأرض، فاطم أعدائي من رحمتي يوم فصل القضاء، فشققت لها اسما من اسمي. أنا فاطم أعدائي بمعنى مانع أعدائي. شلون سأل المرأة عندما تفطم ابنها شو راح تسوي؟ يعني تمنع من نقول فطمت ابنها، يعني شنو؟ يعني منعت ابنها. الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي ماذا يقول؟ يقول إنني فطمت أعدائي، أي أبعدت أعدائي من رحمتي يوم فصل القضاء، يعني يوم القيامة. ولذلك شققت لها، بما أنني أنا الفاطم أي أنا المبعد، فشققت لها من اسمي اسما لها، ولذلك سميتها بفاطم. هل ورد شيء من فضائل فاطمة الزهراء في الكتب المقدسة؟ احنا موعدنا من المصادر المهمة لدراستنا موعدنا الكتب السماوية المقدسة، وخذنا التوراة والإنجيل، مو الآن نذهب ندور بالكتب المقدسة. هل هناك شيء في هذه الكتب المقدسة بشأن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ نجد الفقرة الأولى والخامسة من رؤيا يوحنا، نص هذا تكتبوا لي إياه: ستظهر، هذا بالإنجيل، في إنجيل يوحنا الفقرة الأولى والخامسة، نص يقول: ستظهر آية عظمى في السماء، ستظهر آية عظمى في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل، يعني تاج. ستظهر آية عظمى في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وستلد ابنا ذكرا سيرعى جميع الأمم بعصا من حديد، وسيرفع ابنها إلى الله وإلى عرشه، وسيرفع ابنها إلى الله وإلى عرشه. هسا روحوا لي إلى كل التاريخ، لا تجدون إلا فاطمة الزهراء من تنطبق عليها هذه الصفات. الاثني عشر هم الأئمة الاثني عشر الذين ستلد يتوارثون النسب والنسل عن فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإن آخر أبنائها الإمام الحجة المنتظر الذي سيرفع شأن الله سبحانه وتعالى، والذي يشير إليه هذا النص إشارة واضحة. أما مقامها من الأنبياء فإن تتذكرون أن من أهم المصادر التاريخ المصادر الأساسية لدراستنا شنو؟ الآثار والنميات، مو قلنا هالشكل؟ الآن في متحف موسكو في الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الحالية قطعة من خشب أكد الباحثون على أنها من اللقى التي جمعت من آثار سفينة نوح عليه السلام. إذن هذا أثر موجود، ولما عرضناه على جهاز إشعاع كربون 14 إحنا قلنا لكم أكو أجهزة الآن حديثة تحدد لنا بالضبط تاريخ هذه اللقى الآثارية. من الآثار هذه القطعة من الخشب التي يعود تاريخها إلى منه؟
إلى نوح عليه السلام. شوفوا إيش مكتوب على هذه الخشبة، وهذه الخشبة موجودة في متحف موسكو. إيش مكتوب عليه؟ هذه اكتشفت في حزيران عام 1951. مكتوب على هذه اللقاء: يا إلهي ويا معيني. هذا النص كتبه نوح عليه السلام على سفينته: يا إلهي ويا معيني، برحمتك وكرمك ساعدني ولأجل هذه النفوس المقدسة، محمد، إيليا، شبر، شبير وفاطمة. فاطمة اسم واضح، لكن شبر وشبير هذه ترجمة لأسماء أولاد محمد، إيليا، شبر، شبير وفاطمة علي عليه السلام، الذين هم جميعا عظماء مكرمون، العالم قائم لأجلهم، ساعدني لأجل أسمائهم. هل تعلمون بأن عندما يعني كتب المسعودي كتاب إثبات الوصية للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا بالقرن الرابع الهجري، كتب كتاب اسمه إثبات الوصية، بيّن بأن هذه الوصية، الوصية للإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، تبدأ من آدم عليه السلام، عندما استنجد بالأسماء هذول الخمسة اللي قلناهم: محمد، إيليا، شبر وشبير وفاطمة، لأن أسماءهم مكتوبة على قائم العرش. مو هذول نور خلقهم الله من نوره قبل أن يخلق آدم. مو والله إني لا أعلم إنني كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. مو عندنا هيك نص للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كان نورا قبل أن يخلق آدم صلوات الله وسلامه عليه، وكانت أسماء هؤلاء الخمسة التي وجدت على منه، على الخشبة هاي اللي على سفينة نوح، والتي استنجد بها نوح لكي ينجو من الطوفان، فقد استنجد بها من قبل منه آدم عليه السلام، أبونا آدم، عندما حصلت قضية إخراجه من الجنة، فتاب الله عليه بكلمات. هل تعلمون ما هذه الكلمات؟ هذه الكلمات هذه أسماء أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد نشر هذا النص في الكثير من المجلات العالمية، وأعتقد بأن واحد من البحوث التي قدمت إلى، إحنا كل سنة عندنا مسابقة عن إمام من أئمة أهل البيت، في السنة الثانية للمسابقة، طبعا بدأنا بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في جامعتنا، بدأنا بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جئنا إلى فاطمة الزهراء صلوات الله عليه وسلم. قدمت الأستاذة الدكتورة سعاد عميدة كلية اللغات أو رئيسة قسم اللغة العبرية في جامعة بغداد بحثا عن قضية قصة سفينة نوح، الآن لكي ندلل على أن هذا منشور بالعديد من المجلات. هذه المرأة دكتورة سعاد قدمت بحثا إلى مجلتنا، إلى مؤتمرنا أو مسابقتنا عن فاطمة الزهراء، وضحت بي الكلمات المكتوبة على سفينة، على هاي القطعة مات الخشب، واللي يريد يرجع موجودة المجلة على الانترنت وموجودة عندنا في المكتبة مالتنا، موجودة بالعدد التاسع الذي نشرت به وقائع مؤتمر فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. على أي حال، نرجع إلى زواج فاطمة الزهراء. قلنا بأن أكابر قريش كانوا، طبعا هذا متعارف عليه حتى لو لم يكن الرسول، الآن كل واحد ذو سطوة، ملك، سلطان، محافظ، عالم، يحاول الناس التقرب إليه. مو ولو كان لديه ابنه، يعني الناس ما يروحون على الفقير يتزوجون بنته، على الرغم من أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم دعانا إلى أن نبحث عن منه، عن الأخلاق الجيدة، عن التدين، عن هاي الصفات، وليس صفات هذا أبوها ملك، هذا أبوها تاجر، هذا أبوها عنده فلوس هواية، هذا ديدن الناس تذهب لكي تبحث عن الشهر. مو ولذلك عندما أصبح الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ثم
ثم أصبح مؤسس للدولة الإسلامية. مو الآن الناس يسوي تتقرب له بشتى الطرق، بالطاعة، بالحب، بالولاء، بمحاولة الزواج من أبناء أو يزوجون أبناء. مو ولذلك تقدم لخطبة السيدة الزهراء الكثير من الناس، وممن كان قد تقدم إلى السيدة الزهراء مثل ما قلنا قبل شوية الخليفتين أبو بكر وعمر، إلا أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كان يحتج بحجج شتى، لأنه يعلم بأن زواج السيدة الزهراء لم يكن من اختصاصه كما قدمنا قبل قليل، وإنما زواجها من من؟ إنما أنا بشر أتزوج فيكم وأزوجكم، إلا ابنتي فاطمة الزهراء فإن زواجها منين؟ من الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما حان الوقت، حان وقت تزويج السيدة الزهراء، ماذا قال الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ قال له: يا علي، إن الله أمرني أن أتخذك صهرا، يعني أنت تصير نسيبي بالمعنى العام، الصهر بمعنى النسيب، مو؟ إن الله قد أمرني أن أتخذك شنو؟ صهرا. ونرجع إلى القول مرة أخرى الذي قاله، هاي كلها أدلة على أن زواج فاطمة الزهراء لم يكن منه من أمر الرسول، الرسول كان يحب أن يزوج بنته إلى الإمام أمير المؤمنين، ولكن دعم هذا الأمر شنو؟ التوجه الإلهي الذي أمر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون عليا هو الكف، هو الزوج، هو صهر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. الرواية عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول، ينقل عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قوله المشهور الذي قلناه قبل قليل: إنما أنا بشر أتزوج فيكم وأزوجكم إلا فاطمة، لأن أمر زواجها موكول إلمن. وبعد أن تزوج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من فاطمة الزهراء، طبعا دعا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم للزوجين بالبركة في نسلهما. فعن أنس بن مالك صاحب المذهب المالكي ينقل يقول: دعا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة بعد زواجهما بالبركة والذرية الكثيرة. والحمد لله والشكر، الآن نجد هذا الزواج المبارك، الآن ملايين الناس ممن ينتسب إلى منه؟ إلى نسل فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين. كم واحد سيد بيكم؟ كم واحد علوية بيكم؟ خلي أشوف كم علوية عندنا. التسيد إن شاء الله نتخلق بأخلاق فاطمة الزهراء وأخلاق منه؟ أخلاق نسل فاطمة الزهراء من الأمة عليهم السلام. مو بس إحنا نقول إحنا سادة ونشتغل عكس سيرة أهل البيت، مو؟ إحنا قلنا في المحاضرة السابقة كيف كان الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يتصرف مع أهل بيته، وكيف أنه كان يحاول دائما أن يوضح مكانة أهل البيت للمسلمين، وكان ممن شمله هذا العطف وهذه الرعاية ابنته فاطمة الزهراء، إذ أن الرسول الكريم كان كثيرا ما يعلم الناس كيفية احترام ابنته، عدم إغضابها، ولدينا نصوص كثيرة تؤكد هذا المعنى. الآن اذهبوا إلى، إحنا مو قلنا جزء من مصادرنا الأساسية، دائما شوفوني وين أرجع إلى المصادر الأساسية حتى تعرفون إيش قد مهمة. جزء من مصادرنا الأساسية شنو؟ السيرة النبوية المشرفة، مو شيء؟ قول الرسول، فعل الرسول، إقرار الرسول. فقول الرسول كثير من الأحاديث النبوية الكريمة التي تؤكد على شنو؟ على مكانة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. عندما يقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة، مو؟ فاطمة بضعة، والبضعة شنو؟ الجزء من الجسد، مو القطعة من الجسد. فاطمة بضعة من أغضبها فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله سبحانه وتعالى. فإذا غضب فاطمة شنو؟ من غضب الله سبحانه وتعالى. طريق آخر: فاطمة بضعة من يؤذيها ما يؤذيني، مو الشكل اللي يؤذي الرسول الكريم شنو؟ يؤذي الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم،
عندنا نص بالقرآن شو يقول لنا؟ الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فإذا الذي يؤذي فاطمة كأنه أذى الرسول، ومن يؤذي الرسول إيش شنو؟ في سورة التوبة، ارجعوا إلى سورة التوبة، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن سورة التوبة لا تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، قول الله سبحانه وتعالى الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عظيم أو عذاب أليم. فإذا قول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة من يؤذيني ما يؤذيها، وما يؤذي الرسول الكريم شنو؟ يؤذي الله. فإذا الأذى الذي يلحق بالرسول الكريم، الذي يؤذي الرسول الكريم، يبوء بغضب عظيم من الله سبحانه وتعالى. وخصوصا أننا قد تعلمنا بأن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تصرف أي فعل بما يلائم هذا القول، إذ أنه كثيرا ما كان يحنو على ابنته الزهراء، يعطف على ابنته الزهراء، لا يؤذي ابنته الزهراء، وتعلم المسلمون ذلك منه، فأصبح جزءا من سيرته أو سنته المبارك. يعني مثلا تتذكرون بالمحاضرة السابقة أخذنا كيف كان الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يمسك بعضادته الباب ويطرق الباب، مو الصلاة الصلاة، السلام عليكم يا أهل البيت، هذا يريد يقول لهم للمسلمين شوفوا شلون أنا أحترم أهل هذا البيت. بل إن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كما تنقل الرواية التاريخية لم يدخل بيت فاطمة إلا مستأذنا، حتى أن السيدة فاطمة الزهراء تقول له يا أبتي إن البيت بيتك والبنت بنتك، ليش تستأذن؟ يعني عندما يجي الرسول الكريم يريد يدخل على ابنته الزهراء شو يسوي؟ يدق الباب عليها، مو؟ فتقول له يا أبتي إن البيت بيتك والبنت بنتك، فلما تستأذن؟ يريد يعلم المسلمين كيفية الدخول على فاطمة الزهراء، مو بعدين يجون يدقون الباب يدفرون الباب يقولوا له في البيت فاطمة، شو يقول لهم؟ يقول لهم وين؟ آتوني بالحطب لكي أحرق الدار. ارجعوا إلى الكتب المصادر التاريخية في قضية إسقاط المحسن وقضية الباب التي اشتهرت في المصادر التاريخية. الآن ماذا نرى؟ بأن القوم لكي يجبروا من في الدار على مبايعة الخليفة الأول شي يقولون؟ يقولون آتونا بالنار الحطب والنار لكي نشعل على من في الدار، إذا ما يطلعون يبايعون الخليفة الأول شي يسوون؟ يقولوا له في الدار فاطمة، نزون على هذا الكلام. يا معود ترى بالبيت فاطمة، والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل إلى بيت فيه فاطمة إلا بعد أن يستأذن. فيقول شو جاوبهم؟ وإن حتى لو كان فاطمة في الدار، ويحرق يحرق الباب، ثم يدفع الباب بالقوة اللي أسقطت كانت فاطمة الزهراء صلى الله وسلامه عليها خلف ذلك الباب، وأسقط ابنها المحسن نتيجة ذلك العام. الرسول الكريم إنما كان يريد أن يعلم أمته الإسلامية طريقة الدخول على فاطمة، لأنه كان يعلم بما سيجري على أمته من بعده، على أهل بيته من بعده. ولذلك إذا تذكرون بالمحاضرة السابقة أكدنا على كيفية أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لم يترك شاردة أو واردة، لم يترك مناسبة إلا وحاول أن يعلم أمته من هم أهل بيته، وكيف يحافظون على الرسول في محافظتهم على أهل بيته. إلا أن الأمة الإسلامية لم تراع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في بيته. شبهها برسول الله، عندنا أحاديث كثيرة عن شبه السيدة فاطمة الزهراء بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. عن السيدة عائشة أم المؤمنين تقول ما رأيت أحدا أشبه حديثا أو كلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وإذا أقبلت فاطمة كانت مشيتها مشية رسول الله في حديث آخر. يعني من حيث المشي والشكل والخلق والمنطق كانت كلها مشابهة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة أيضا أم المؤمنين عائشة تقول ما رأيت أفضل من فاطمة غير أبيها، ما رأيت أفضل من فاطمة غير أبيها. هذا الأمر بالحب الذي أمر به الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لفاطمة الزهراء، من أحبها أحبني، من أحبني قد أحب الله، من أبغضها أبغضني. ولذلك شوفوا
أمرار إحنا نمر على روايات نقرأها قراءة مستعجلة. تذكرون إحنا قلنا كتب التاريخ، عندما نقرأ كتب التاريخ يجب أن نكون حذرين، مو تذكرون؟ ليش؟ لأن من كتب التاريخ، قلنا كتب التاريخ تقريبا الأول في عصر الدولة الأموية وبعدين بالدولة العباسية، واثنيناتهم إذا كانت إذا كان بني أمية ما فعلوا ما فعلوا بحق أهل البيت، اجوا وراهم بنو العباس فعلوا الأعاجيب، والله ما فعلت أمية سبة معشار ما فعلت بنو العباس، مو ايش يقول الشاعر؟ قد ما ارتكبوا من جرائم بحق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نيجي نقرأ بالتاريخ، وطبعا هذا التاريخ نقرأ هنا ونقرأ وين؟ نقرأ في مواضع متعددة، وقد يكون من ينقل هذه الروايات إحنا من دون أن نعي ما ننقل، ينقل لنا واحد من المصادر التاريخية أو كثير من المصادر التاريخية أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جاء إلى بيت ابنته فاطمة فوجدها غضبا. شوفوا النص يقول وجدها شنو؟ غضبا، يعني غضبانة تبكي، ما بكي يا ابنتي؟ قالت لقد أغضبني علي. ليش؟ قالت يريد يتزوج علي، راح خطب بنت أبي جهل، فغضبت الزهراء على ذلك وبكت. خرج الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يبحث عن علي، فوجده يعني هم طلع علي بن أبي طالب ورا ما غضب زوجته، طلع هم ضايج، راح هو ضايج نام وين؟ نام بالمسجد، نام طبعا المسجد خو ما كان مرمر وكاشي مثل هسه بالتراب، مو فجاء الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم سائلا علي، فقيل إن عليا في المسجد، راح للمسجد شافه نايم بالتراب، قال له انهض انهض إنما أنت أبو تراب، هذا اللقب اللي يفتخر به أمير المؤمنين، لكن شلون سوونا يا الأمويين؟ سوونا يا بأن أمير المؤمنين أراد أن يخطب ابن بنت أبو جهل أعداء الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وغضبت عليه فاطمة الزهراء وإجا نام وين؟ بالتراب. ولذلك دائما كانوا من يسبون علي بن أبي طالب يسبوه بلقب شنو؟ أبو تراب، حتى يركزون في ذهن الأمة أن فاطمة الزهراء قد غضبت على علي. ورسول الله إيش قال؟ قال من أغضبها فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله. فإن أمير المؤمنين إذن بفق هاي الرواية شنو؟ أغضب منه؟ أغضب الله سبحانه وتعالى. حتى شو يقولون؟ يقولون هذا الإمام ما تقول، يقولون علي معصوم، أغضب فاطمة، وأغضب الله بغضب فاطمة. فإذن إذا أمير المؤمنين اللي تقولون علي معصوم هو أغضب فاطمة، فإذن اللي سوى أبو بكر أمام هذا الأمر كان قليل. واضح؟ شوفوا التسويف، شوفوا الرواية التاريخية ليش وضعوها. وإحنا قلنا الكثير من الروايات التاريخية قد وضعت، ومن المؤسف أن الكثير من مؤرخين يعملون على نقل مثل هذه الروايات في كتبهم، وهم ينسون بأن غضب فاطمة هو غضب لله سبحانه وتعالى، تمام؟ فأرادوا من خلال هذه الرواية أن يبينوا بأن ليس فقط أو إنما كثير من المسلمين قد أغضبوا فاطمة الزهراء، وبغضبهم ذلك فقد أغضب الله سبحانه. على أي حال، السيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كما نقلنا قبل قليل، قلنا بأنها رافقت أباها في أثناء صغرها، ورافقت أباها بعد الهجرة، لم تكن تتركه قط في حله وترحاله. الروايات التاريخية كثيرة تقول لنا بعض الروايات بأن فاطمة الزهراء خرجت مع أبيها بصحبة 14 امرأة وين؟ إلى معركة أحد، كنا يهيئنا الطعام للمسلمين وتطبيب المسلمين، وأن فاطمة الزهراء هي من طببت ضمدت جراح أبيها، لأن الرواية التاريخية تقول لنا قلنا بأن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قد كسرت رباعيته وجرح وجهه الشريف وين؟ في معركة أحد، فكان من طببه ضمد جروحه منه فاطمة الزهراء. ثم تنقل لنا الرواية التاريخية بأن فاطمة الزهراء كانت من ضمن النساء التي كنا يعددن الطعام إلمن للمسلمين في واقعة الخندق، وأنها رافقت أباها في واقعة فتح مكة. فإذا فاطمة الزهراء لم تكن تفارق أباها قط مطلقا.
وكانت معه حتى آخر لحظات حياته. هسه يقولون أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم توفي في حجرة عائشة، إحنا الإمامية نقول لا، إنما توفي الرسول الكريم وين؟ في حجرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلم عليه. وكانت آخر الناس هي وأمير المؤمنين عهدا بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ولما نرجع إلى الروايات التاريخية أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كان ملقى على فراش المرض، مسجع على فراش المرض، إجا ملك الموت مو؟ فنعى له نفسه، خير بين الخلود وبين اللحوق بالرفيق الأعلى، فقال الرسول بل الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى أنا أريد أموت ألتحق بالله سبحانه وتعالى، ثم نعى نفسه لأهل بيته. فكان أن رمت السيدة الزهراء نفسها على جسد أبيها ثم بكت، فأسر لها الرسول الكريم في أذنها، يعني شاورها، أسر لها بكلام فضحكت. فعندما سئلت فيما بعد ليش بكيتي أول مرة وليش ضحكتي فيما بعد، ماذا قالت؟ قالت بكيت عندما نعى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم نفسه إلينا، ثم ضحكت لأنه بشرني بأنني أول أهل بيته لحوقا به، أي أنني سأكون أول من يلتحق بالرسول الكريم في جنان الخلد. وبالفعل عندما نرجع إلى الكتب التاريخية نجد بأن أول أهل بيته لحوقا به منه كان؟ كان فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الفترة الفاصلة والمهمة في حياة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي بعد وفاة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن فاطمة الزهراء مثل ما قلنا كانت محل رعاية واهتمام الرسول الكريم بشدة، وكان المسلمون لوجود الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يرعون مقام فاطمة الزهراء لرعايته لمقام أبيها، يعني ما حد قدر يأذيها. بس قد يكون منا أكو، لكن بصورة علنية ماكو. ولذلك اللحظة الفاصلة في حياة الزهراء شوكة صارت؟ صارت بعد وفاة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. النقطة الأولى أن أهل المدينة ضجوا بكثرة بكاء فاطمة الزهراء، هواية تبكي، ضاجوا. ولذلك عمدت السيدة الزهراء إلى شنو؟ إلى أن تختلي خارج المدينة قريب من بقيع الغرقد بتأسيس بيت الأحزان، هذا المكان تطلع في النهار تبكي في هذا المكان حتى لا تزعج المسلمين اللي يعني انزعجوا من كثرة بكاء السيدة الزهراء على أبيها. هاي النقطة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. شوفوا هاي الآية القرآنية الكريمة نزلت، طبعا القرآن نزل في عهد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الآية القرآنية الكريمة تبين أو تنبه الناس إلى أنكم يا إخوان يا ناس يا مسلمين أنتوا الآن في حياة الرسول، وهذا الرجل المسمى رسول الله ما هو إلا رسول، مثل ما 124 ألف نبي قد سبقه هو وخاتم النبيين، مو هذا الرسول ترى باكر عقبه راح يموت أو يقتل، ونحن نعتقد في عقيدة بأنه قتل استشهد، مو كرمه الله سبحانه وتعالى بأن يكون رسولا وشهيدا، قتل. بس إذا يقولون مات هو مات، إذا يقولون قتل هو قتل، أيا كان. فلو مات أو قتل هذا الإنسان دير بالكم تنقلبون على أعقابكم، يعني تغيرون الطريق. ولكن سريعا ما انقلب المسلمون على أعقابهم إلا القليل، وعملية الانقلاب على العقبين يعني الردة حصلت، والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لم يموت بعد، والرسول مسجى على فراش المرض كما قلنا في المحاضرة السابقة. آتوني بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، مو يعني أكتب لكم كتاب راح سعادة الدارين، سعادة الدنيا والآخرة في هذا الكتاب، ما يصير ضلال، يعني ما يصير شرك، ما يصير انحراف عن مسار الإسلام لو تمسكتم بهذا الكتاب. جيبوا لي ورقة وقلم خل أكتب لكم، دوات وكتف يعني أدوات الكتابة، الدوات الحبر اللي يكتب به، والكتف الكتف عظام الحيوانات، يعني ذاك الوقت أكو جلود حيوانات، أكو عظام حيوانات، أكو سعف النخيل، أكو جريدة النخيل يكتبون عليها، هاي أدوات الكتابة، ما كان أكو ورق بذاك الوقت.
فآتوني بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. ماذا قيل؟ قيل دعوه فإنه يهجو، يعني مختلف الروايات على اختلاف ألفاظها. ومنع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن يكتب، لأنهم كانوا يعلمون ما كان يريد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. سريعا ما مات الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، شغل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بتجهيز وتكفين ودفن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وجمع القرآن كما هو بين الدفتين اليوم. خرج وإذا أمة الإسلام قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة، وتم اختيار أبي بكر خليفة للمسلمين حسب ما موجود كنا شايفين بالمصادر التاريخية. أول الأمور التي عملها الخليفة أبو بكر باتجاه أهل بيت النبوة إنه منعهم ما كان في أيديهم. شوفوا، أكو فرق بين أن يكون الأمر إرث، يعني أنا باشر عقب أموت أورث الأولادي هل قد مبلغ، هل قد بيت، هل قد عرصة، هيجي سيارة، هذا إرث أنا أتركه إلى أولادي. مو في بعض الأحيان لا، أنا في حياتي عندي 5 بيوت، أكمش واحد من البيوت أسجله باسم ابني أو باسم أسوي وقف. فإذا أنا في حياة ابني في حياتي أصبح مالكا لهذا الشيء، مو إرث هذا. ولكن الذي حصل أن الخليفة أبو بكر منع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من حقها وليس من إرثها. انتبهوا هنا، ليس من إرثها ولكن من حقها المستحق في فدك. جانا جللنا قال سمعتم الرسول الله صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. شوفوا هذا النص، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. إذن اعتبر شنو؟ اعتبر الفدك شنو؟ إرث من الرسول إلى فاطمة الزهراء. ثم أراد أن يمنع هذا الإرث بالكامل عن الزهراء ومن يأتي من نسل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الصدقة محرمة على أهل بيت النبوة. فماذا أضاف للحديث؟ قال ما تركناه شنو؟ صدقة، لكي تحرم كل ما ينتج كل ما يجيء من فدك عن أهل بيت النبوة. يعني شنو؟ لصمها لصم مثل ما نقول بالعامي. الآن نأتي بعد واقعة الخندق، بعد واقعة خيبر، بعد أن دخل المسلمون في حرب مريرة في خيبر، سمع أصحاب القرى اليهودية ما بعد خيبر، تيماء، وادي القرى أو أم القرى، فدك، هاي قرى يهودية بعد خيبر، سمعت مما حصل لأهل خيبر، فأرسلت إلى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم يقبلون بالصلح ويتنازلون عن أرضهم على أن يسمح لهم الرسول أن يبقوا على هذه الأرض، يعملون كأجراء في هذه الأرض، يأخذون يعني ما يعتاشون به والباقي لمن يصير؟ شير للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. الآن عندما نأتي إلى القرآن الكريم شو يقول لنا؟ ما حصل عليه المسلمون بالخيل يعني بالقتال، هذا شو يصبح؟ يصبح غنيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا إنما غنمتم من شيء فلله خمسه والرسول، وتكملت الآية. مو أما إذا لم يوجف على شيء بخيل أو رجال، يعني حصل عليه الرسول الكريم من دون أن يقاتل المسلمين في سبيل الحصول عليه، شو يصير؟ يصير في خالص لله ولرسوله، إن شاء أعطاه وهبه، وإن شاء وضعه وين؟ في بيت مال المسلمين لكي يستفاد من عدة المسلمين. في حادثة فدك بعد أن تصالح اليهود مع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي حصل؟ أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهب فدكا إلى ابنته الزهراء. يا سنة حصلت حادثة خيبر؟ 7 للهجرة. شو وقت مات الرسول؟ بداية السنة 11 للهجرة، 28 صفر 11 للهجرة. مو هيجي 28 صفر، هاي بعد كم يوم احنا راح يجينا ذكرى وفاة الرسول نحتفل بيها هنا بالنجف الأشهر.
مو نعزي أمير المؤمنين باستشهاد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يوم 28 صفر. فمن 7 للهجرة إلى 11 للهجرة قريب 5 سنوات، 4 سنوات، 4 سنوات وشوية، مو 4 سنوات وشوية. هذه الأرض هي ملك المن، ملك وليس وراثة، وهبها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة الزهراء، ولم يورثها وإنما وهبها، أي إنها أصبحت شنو؟ ملكا للسيدة فاطمة الزهراء. ولكن اللي حصل شنو؟ أن أبو بكر احتج على السيدة فاطمة، شنو قال لها؟ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. اللي يجيب البينة لازم منه؟ اللي يجيب البينة منه؟ أبو بكر. لأن أنا أسأل، الآن أنا قاعد في هذا البيت، هذا المكان أعتبره بيتي، يجي واحد يقول هذا البيت بيتي، من يروح يشتكي بالقضاء شي يقول له؟ يقول على المتضرر أن يلجأ إلى القضاء. المتضرر يلجأ شو وقت ما يحكم القضاء، لكن أنا أبقى وين؟ أبقى في هذا البيت ساكن إلى أن أجيب الدليل على أنه هذا بيتي، وذاك يجيب الدليل على أنه مو بيتي، يفصل القضاء في هذا الأمر. مو الآن السيدة الزهراء هي مالكة الأرض، هي من تمسك بعصمة منه، بعصمة فدك. فكان لما يجي أبو بكر يطلب من السيدة الزهراء أن تجيب لبين على صدق دعواها، هو المطلوب أن يجيب البينة منه؟ أبو بكر وليس السيدة الزهراء. ولكن مع ذلك السيدة الزهراء ذهبت وجاءت بالبينة. جاءت منه؟ جابت رباح مولى رسول الله، جابت أم سلمة في رواية أخرى أم أيمن، وجابت الحسن والحسين، وجابت علي بن أبي طالب. ولكن الرجل كان قد قرر نهائيا أن يسلب السيدة الزهراء حقها في فدك، فقام يتحجج. حسن والحسين أطفال، ما تجوز الشهادة مالتهم. علي بن أبي طالب زوجه، هذا يريد يدن النار لقرصته، مو رباح رجال واحد، أم سلمة امرأة واحدة، ولا تجوز شهادة الامرأة الواحدة، لازم امرأتين. وبهاي لتسويف الأمر في الوقت الذي كان يجب على أبو بكر نفسه أن يقدم البينة، وليس الزهراء أن تقدم البينة. الآن بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرجس بمعنى الذنب الكبير، والكذب أعتقد من كبائر الذنوب. مو الله سبحانه وتعالى بالدليل القرآني يبرئ الزهراء من كل دنس أو رجس أو ويطهرها تطهيرا. هسا دعنا من أنه زوجات الرسول، هي فاطمة الزهراء من أهل البيت لهم من أهل البيت، هسا خلي يقولون زوجات الرسول أهل بيت العباسيين ومش شيء يقولون خي يقولون، ولكن فاطمة الزهراء من أهل هذا البيت لولا؟ إذن مطهرة من هذا الأرجاس والذنوب لولا؟ صادقة مصدقة لولا؟ فإذن كيف يكذب الخليفة أبو بكر، يكذب الزهراء في دعواها، وهي قد سألت أبو بكر أثناء محاججتها في قضية فدك، سألته بأنه هل سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بأنني صادقة اللهجة؟ قال لي نعم صادقة اللهجة. فإذا كنت صادقة اللهجة ليش تطلب من عندي بين؟ بعدين أنت الآن تقول هذه إرث، هذه يا رجل إن هذه الأرض ليست إرثا وإنما هبة تصرفت بها خلال فترة حياة الرسول. فإذن بالمرحلة الأولى، المرحلة الأولى أن السيدة الزهراء أثبتت للمسلمين بأن لها الحق المستحق في هذه الأرض لأنها مالكة لهذا الحق. فكان جواب الخليفة أنه جيبي لي دليل على أنه هذه القضية ملك إليك. وعندما جاءت السيدة الزهراء بالمرحلة الثانية، جاءت السيدة الزهراء بالدليل بالمجيء بمن يشهد لها بأن هذه الأرض قد وهبها الرسول في حياته لها، إيش قالوا؟ قالوا أنه ذولا ما بنعترف بالشهادات ذن، كذبوها بشهود. المرحلة الثالثة، تحول هذا الحق المستحق من ملك إلى شنو؟ إلى إرث. مو وجاءوا بحديث مفتعل بأن الرسول الكريم قال نحن معاشر الأنبياء
لا نورث ما تركناه صدقة لكي يسلبوا حق الزهراء في الورث، إلا أن السيدة الزهراء ردت بآيات من القرآن الكريم لكي تدحض هذا الحديث المفتعل. وجدنا بآيات كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله سبحانه وتعالى: وآتي ذي القربى حقه. وذي القربى منه؟ أكو أقرب من الزهراء إلى إلى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؟ عندما نذهب إلى أسباب النزول إيش راح نلقى عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ أن هذه الأرض عندما أخذها الرسول وضعها في بيت مال المسلمين، قلنا من حقه مو، إلا أن هذا النص نزل في هذه الواقعة، في واقعة خيبر. وآتي ذي القربى حقه، فأخذ الرسول فدكا ووهبها إلى منه؟ إلى فاطمة الزهراء. روحوا إلى كتب أسباب النزول ستجدون بأن سبب نزول هذه الآية شنو؟ سبب نزول هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهب فدكا لابنته فاطمة الزهراء بموجب هذه الآية. أي إن الذي وهب الزهراء فدكا لم يكن الرسول فقط، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي وهبها هذا الحق المستحق. ولذلك دائما ما كان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يردد لمن يسأله عن قضية فدك، بل الله قد أعطاها وليس الرسول، بل الله قد أعطى فدكا إلى الزهراء، كان كثيرا ما يردد الإمام الصادق هذه المقولة. الآن نأتي إلى خطبة الزهراء، عندما ذهبت إلى، لما شافت بأنه بعد ماكو حل لكي تنتهي من هذه القضية، قررت أن تخرج إلى مسجد المدينة لتحاجج الخليفة أبو بكر في مسجد المدينة. خطبة مشهورة موجودة في أغلب الكتب التاريخية، إذ أنها تقول لأبو بكر: أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ موجودة آية بالقرآن الكريم تقول أنت ترث أباك وأنا ما أرث أبوي؟ ماكو آية بالقرآن الكريم. لقد جئت شيئا فريا، شيئا عظيما، افتريت على الله سبحانه وتعالى. شوفوا هذا النص، شوفوا شدة الخطاب والتقريع الذي تتحدث به السيدة فاطمة الزهراء لمن؟ إلى الخليفة أبو بكر. أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه؟ إحنا إيش قلنا؟ قلنا المصدر الأولى عندنا شنو؟ القرآن الكريم. أكو شيء بكتاب الله يقول أن فلانا يرث وأن فلانا لا يرث؟ أكو تمييز؟ ماكو تمييز. أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ والآن تبتدئ تستدل بالآيات القرآنية التي تثبت بأن الأنبياء كلهم يورثون. أنت مو تقول أن نحن معاشر الأنبياء لا نورث، أنني ألقي الدليل والحجة عليك من الكتاب الله. إحنا قلنا الكتاب الله شنو؟ المصدر الأولى التي نحتج بها، مو؟ الآن أنا راح أجيب لك من كتاب الله، تعال يا يعني. وورث سليمان داود، هاي واحد. أو قوله تعالى: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، هذا النص الثاني. أو قوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، كلها دليل على الإرث. أو قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كنت بنت نبي فإن معاشر الأنبياء يورثون بموجب هذه النصوص، وإذا كنت امرأة عادية من كل الناس فإن الله يقول: وللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم تقول، تقول لأبو بكر، ثم تقول: وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي؟ يعني أكو بالنصوص القرآنية، الآن أنا المصدر الأولى انتهيت من عده، مصدرة القرآن انتهيت من عده، أريد أحاجك بالعقل والمنطق، الآن أكو آية بالقرآن تخصك أنت يا أبو بكر بأن ترث أباك وأنا ما أرث أبوي، أكو تخصيص وإعمام بالآيات القرآنية في قضية الإرث؟ أبداً، كل الآيات تحكي وتتكلم بالعموم المطلق وليس بها تخصيص. أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي؟ إلى أن تقول: أم أنتم أعلم بخصوص القرآن؟ بعدين أنتم شنو أفهم بالقرآن من عندنا؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟
زين. كل هذا ما كف، ولذلك نزولا عند إن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، البينة أبو بكر هو ما جاب لنا البينة، الخليفة الأول ما جاب لنا البينة، ولكن مع ذلك كان على الزهراء وفق هذا المنطق أن شنو؟ أن تقسم على أن هذه الأرض. فوضعت السيدة الزهراء يدها على القرآن الكريم وأقسمت بالله العظيم على أن هذه الأرض هي ملك لها من أبيها محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أكثر من هذا شو يسوي؟ إلا أن القوم أصروا على أن يسلب السيدة الزهراء حقها المستحق في فدك. ليش هذا الإصرار؟ عندما نذهب إلى المصادر التاريخية كما يقول، تقول أحد المصادر التاريخية إن هذا الإصرار من الخليفة أبي بكر على عدم تصديقها وهو يعلم بأن هذا حق مستحق للسيدة الزهراء. إن إصرار أبي بكر على سلب الزهراء حقها في فدك إنما كان لسبب محدد واحد، وهو أنه لو صدقها في مقولتها في فدك فإنه كان عليه أن يصدقها في أن الخليفة من بعد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم منه، فأراد أن يقطع الطريق أمام السيد الزهراء في هذه القضية. ولو رجعنا إلى كتب التاريخية لنجد بأن هناك نص جميل جدا أن معاوية يعير أمير المؤمنين، يعير بيش؟ يقول له وإنني لأراك وقعيدة تدارك على حمار، وفي يداك الحسنان تطوف بهم على بيوت الأنصار، تدعي تدعو إلى الأمر إلى نفسك. شو يقول له؟ يقول له أيام اللي انتخبنا أبو بكر أنت شو تسوي؟ قعيدة دارك منه؟ قعيدة دارك يعني زوجتك، تحط زوجتك أجلكم الله على حمار والحسنين بإيدك وتفتر على بيوت الأنصار، تدعو الأنصار ينصروك حتى تكون الخليفة. فهذا دليل على أن السيدة فاطمة الزهراء لو أنها صدقت في قضية فدك شنو؟ لأنه هي أساساً تحركت في سبيل شنو؟ في سبيل أن توعي الأنصار إلى أنهم تركوا الحق المستحق الآخر وهو خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال، واللي يريد يقول أن الزهراء كانت تبحث عن الدنيا، فإن الزهراء كما قلنا قبل قليل وباتفاق كل الكتب التاريخية وكل أصحاب المذاهب الإسلامية إنها كانت تعلم بأنها سريعاً ما تفارق الدنيا. مو ضحكت، ليش ضحكت؟ لأنها سمعت من رسول الله بأنها شنو؟ بأنها أول أهل بيته لحوقاً به، فاللي يدري بروحه بعد 40 يوم أو 6 شهور على أعلى الروايات إنه راح يموت يدور أمر دنيا مستحيل. حتى لو إنه قلنا الزهراء والعياذ بالله ليست معصومة، ما مطهرة، تشذب، لكن إذا كانت تعلم بأنها باقي لها 40 يوم تروح تموت على أقل الروايات وستة أشهر على أعلى الروايات، فهل إن بشر يعلم بموعد موته يبحث عن الدنيا ويبحث عن الآخرة؟ على أي حال، تركت لنا السيدة الزهراء أثرا فكريا وتراثا فكريا ثرا تمثل، ولو أنه لم يصل إلينا لأنه أصبح من تراث أئمة أهل البيت، وهو المعروف في المصادر التاريخية بمصحف فاطمة، والذي يعيرنا به أصحاب المذاهب الأخرى أننا ندعي بأن لدينا مصحف يختلف عن وكأنهم يقولون لنا بأننا نقول بأن هناك قرآنا غير هذا القرآن، وهذا كذب بواح، كذب على الله ورسوله وعلى أئمة أهل البيت. صحيح لغة، روحوا إلى المصحف لغة ستجدون بأنه أي كتاب بين دفتين، والمصحف ليس القرآن، يختلف عن القرآن. روحوا إلى اللغة، إلى كتب اللغة، إحنا قلنا من مصادر الأساسية كتب اللغة والأدب، مو روحوا إلى كتب اللغة، أي واحد روحوا إلى أي كتاب لغوي، شوفوا من المصحف، نرجع إلى أصل الثلاثي من صحفة، صحفة من نجيها، شوفوا من تعريف المصحف شنو؟ أي كتاب بين دفتين، وليس من الواجب أن يكون قرآنا. إذن كان هناك كتاب يسمى كتاب فاطمة، هسا كتاب هذا نسميه مصحف في مكان، نسميه أوراق مكان، نسميه كتاب في مكان، هو أوراق لفاطمة كتبت فيها شنو؟ ما كان أنبأه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية، علمها رسول الكريم، علم بنته لو ما علم بنته، مثل ما علم المسلمين فإنه علم أهل بيته، ومن أهل بيته منه فاطمة الزهراء، علم بنته الكثير من الأدعية، الكثير من الأمور الغيبية، الكثير من ولذلك يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وخلفت فاطمة مصحفا ما هو من القرآن بشيء وليس فيه من القرآن شيء، حتى يدحض هذا الكلام الباطل الذي يقال لنا
بأن هناك لدى الشيعة قرآن خاص بهم يسموه قرآن فاطمة. أبداً الإمام الصادق وهو من نأتم بمذهبه لأنه ركز أصول المذهب، المذهب لأمير المؤمنين طبعاً، نعتقد بأن المذهب هو مذهب رسول الله ومذهب أمير المؤمنين، ولكن من وضع القواعد العامة النهائية المذهب هو الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك نقول نحن أصحاب المذهب الجعفري. مو الإمام جعفر الصادق يفصل في هذا الموضوع، يقول خلفت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، خلفت فاطمة مصحفا ما هو بالقرآن وما فيه من القرآن شيء، حتى يحسم الموضوع، لأنه ترى هاي المقولة أن لدى الشيعة قرآن ترى مو من هسه، هذه الدعايات اللي بثتها الدولة الأموية حتى شو تقول؟ يقول شوفوا شيعة علي، حتى القرآن ماتوا يقول عندهم غير قرآن. فالإمام الصادق أراد أن يحسم هذا الموضوع، شكوا بهذا المصحف، مصحف فاطمة، الأخبار الغيبية والكثير من مسائل الحلال والحرام اللي علمها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الأدعية و المغيبات التي أنبأ بها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ابنته. بعد هذا العمر القصير للسيدة الزهراء، فإن البشرى التي بشرها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لابنته قد تحققت باستشهاد السيدة الزهراء. وعندما نقول استشهاد، فإن السيدة الزهراء توفيت متأثرة بجراحاتها التي خلفتها حادثة الباب، والتي لا نريد التوسع فيها، يستطيع أي منصف أن يرجع إلى الكتب التاريخية لكي يقرأ حادثة الباب وما نتج عنها من إصابة بالغة للسيدة الزهراء، نتج عنها وفاتها صلوات الله وسلامه عليها. الروايات التاريخية اختلفت في ذكر وفاة الزهراء صلوات الله وسلامه، إذ أن المقلين قالوا إنها توفيت بعد 40 ليلة من وفاة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والمكثرين قالوا بأنها توفيت بعد 6 أشهر. أكو رواية تقول 3 أشهر، أكو رواية تقول 5 أشهر، أكو رواية تقول 4 أشهر، إلا أن مجمل هذه الروايات تؤكد فيما بعد على أنها كانت أول أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لحوقا بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفت من بعده. الروايات التاريخية تجمع على أن من حضر جنازة الزهراء كانوا الإمام أمير المؤمنين الحسن الحسين، خادمتها فضة، وأبو ذر وسلمان والمقداد وعمار بن ياسر، غير هؤلاء ما حضر الجنازة بناء على وصيتها، ولم تقبل بأن يصلي عليها أحد سوى أمير المؤمنين، ثم أقبرت في قبرها وأخفي قبره. الآن ما حد يدري قبر الزهراء وين، لحكمة الله سبحانه وتعالى. البعض يقول إنها دفنت في بقيع الغرقد، إلا أن ما نعتقد به نحن الإمامية إنها أقبرت في دارها، في حجرتها، في بيتها الذي كانت بابه مطلة على المسجد. والآن لما ترجع إلى قول الرسول، ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ستجد عندما ترجع إلى المخطط تجد أن دار أمير المؤمنين في هذا المكان كانت، وبقيت في هذا المكان حتى مجيء الدولة الأموية عندما أرادت أن توسع المسجد. شوف هاي حكمة الله سبحانه وتعالى، هدمت الدور المحيطة بالمسجد، فدخل دار فاطمة ودار علي، دخل وين؟ دخل في المسجد، وأصبح جزءا من الروضة النبوية المشرفة. والآن اللي يروح يشوف بأن قبر الخليفتين أبي بكر وعمر ليس بين المنبر والقبر، قبر يعني قبر أبو بكر وعمر ليس بين القبر والمنبر، بين القبر الشريف للرسول الكريم والمنبر، وإنما هناك فراغ، هذا الفراغ هو قبر فاطمة الزهراء على ما نعتقد نحن. ولذلك نعتقد بأن هذا، والرسول الكريم كان محقا عندما قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وقبر فاطمة روضة من رياض الجنة. يجينا واحد يقولنا من يقول هذا كلامك صحيح، أن فاطمة الزهراء قد أغضبت أبا بكر، وأن أبا بكر لم يصلي عليها، وأن فاطمة الزهراء ماتت وهي غضبة. ارجعوا إلى كل الكتب التاريخية التي نقلت
اللحظات الأخيرة لوفاة الخليفة أبي بكر. بس أخرجنا عن فاطمة الزهراء وما لنا علاقة بأهل البيت مطلقا. كل الكتب التاريخية بدون استثناء نقلت الساعات الأخيرة من حياة الخليفة أبي بكر. نعلم أن الإنسان لما يجي ملك الموت، بس أصور نفسك أنت تريد تموت، إيش تتذكر؟ حياتك تجي مثل الشريط السريع قدام عينك، مو؟ بس واحد من يصيب وجع قوي يحس بأنه يعني قريب من الموت إلى الحياة، رأساً يتذكر الأشياء الزينة اللي سواها والأشياء المو زينة شلون أنا سويتها حتى. فيصير الإنسان وهو في حالات الفزع الأخير في حالات صدق خالصة مع الله سبحانه وتعالى. شوفوا أبو بكر شو يقول، وارجعوا إلى كل المصادر التاريخية: لا آسي في حياتي إلا على ثلاث، يعني لا أحزن في حياتي إلا على ثلاث شغلات سويتها. ثلاث شغلات سويتها، واحدة من عدن شنو هي؟ ليتني لم أكشف بيت فاطمة. هذا اللي يقولون يكذبون، يقولون الشيعة يكذبون بأنه الخليفة أبو بكر وعمر ومجموعة من المسلمين راحوا على بيت فاطمة ودخلوا الدار عنوة وكسروا رباعي ضلعها الشريف صلوات الله وسلامه عليه. شوفوا أبو بكر بهذه اللحظات، بس هم ينسون أنه قالوا هذا الحادث، هذا هاي الحادثة كذب، الشيعة اختلقوها. لكن لما يجون إلى وفاة أبو بكر الله سبحانه وتعالى ينطقهم، شو يقول؟ يقول لا آسي في حياتي إلا على ثلاث، واحدة من عدن شنو؟ ليتني لم أكشف عن بيت فاطمة. لم أكشف تدون شنو يعني؟ يعني لم أفتح الباب عن، ما فضحت هذا البيت، ما فتحت هذا البيت. هذا دليل كبير على أنهم كشفوا بيت فاطمة. وهو يتندم، ليش يتندم؟ يقول ليش؟ لأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني، ومن رضاها فقد أرضاني، ومن أغضبها فقد أغضب الله سبحانه وتعالى. وكم سعى الخليفتان بعد هذه الواقعة وحتى استشهاد الزهراء إلى استرضاء الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ولكنها بقيت غضبة على هؤلاء. وبقائها غضبة شنو معنى؟ أنهم أن هؤلاء قد نالوا غضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك أبو بكر وهو في اللحظات الأخيرة من حياته شي يقول؟ يقول لا آسي في حياتي إلا على ثلاث، ليتني لم أكشف عن بيت فاطمة. على أي حال، إن شاء الله محاضرتنا في الأسبوع القادم